لا يعد تسجيل الأهداف من المهاجمين هو ما يجعل الفريق يفوز فقط، فبإمكان الحراس مساعدة فريقه على تحقيق الانتصار عن طريق حماية المرمى من المنافسين حتى لا تدخل الكرة. وعندما يحدث ذلك بواسطة حراس المرمى هنا، تأخذ الأمور منحنيات أخرى تجمع بين الإثارة والمتعة والمفاجأة والغرابة أيضاً، وتاريخ كرة القدم محافل بمثل هذه الأمور. سنشاهد في هذا الفيديو أشهر 10 حراس مرمى في تاريخ الجزائر. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. وهاب الراي سمبولحي، منذ وفاة والدته في عام 2010 أصبح يرتدي قفازات على أحدها مكتوب اسمها عائشة وعلى الآخر رئيس، اختاره المدرب رابح سعدان ليكون ضمن تشكيلة منتخب الجزائر لكرة القدم في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب أفريقيا، وهو الآن الحارس الأول في المنتخب الجزائري. قدم مباراة رائعة أمام الإنجليز قبل أن يبدع أمام الولايات المتحدة، أنقذ المنتخب الوطني من عدة أهداف ونصب نفسه الحارس الأول دون منازع في الجزائر، كما لعب مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل، وقد أدى دوراً كبيراً لترشح المنتخب الجزائري الأول مرة إلى الدور الثاني، وقدم أداءً كبيراً أمام المنتخب الألماني، وحقق كأس إفريقيا وكأس العربي مع المنتخب، يلعب اليوم في نادي شباب بلوزداد. الوناس جواوي، كان جواوي عضواً في المنتخب الجزائري الذي خسر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004، وكان حتى وقت قريب الحارس الأول للجزائر، ولعب في جميع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 لبلاده، لكن الإيقاف والتهاب الزائدة الدودية أجبراه على التغيب عن مباراة تصفيات كأس العالم ضد مصر والتغيب عن كأس الأمم الإفريقية 2010، حيث تم استبداله فوز شاوشي. كلفته هذه الفترة الطويلة من عدم النشاط مكانه كحارس مرمى أول في نهائيات كأس العالم، على الرغم من اختياره في البداية في التشكيلة النهائية، وهو المدرب الحالي لحراس المرمى في شبيبة القبائل. مهدي سرباح ولد في 3 يناير 1953 في الجزائر العاصمة، هو حارس مرمى سابق في منتخب الجزائر لكرة القدم، وهو خالي حارس المرمى الدولي الجزائري فوزي شاوشي. بدأ سرباح مشواره الرياضي مع نادي اتحاد العاصمة، حيث لعب مع النادي لعدة سنوات، انتقل عام 72 للعب مع شبيبة القبائل إلى غاية عام 80 ليصبح أحسن حارس مرمى على مستوى الجزائر. بعد مونديال إسبانيا عام 82 تلقى دعوة من نادي مانيك مونريال الكندي ولعب له لمدة عام وشارك معه في بطولة أمريكا الشمالية، لكن عاد إلى الجزائر بسبب وفاة والده بعودته، وانضم مع فريق رائد القبة من جديد ولعب مع هذا الفريق إلى غاية عام 86 أين أنهى مشواره الكروي فيه. توفي 29 أكتوبر 2021 رحمة الله عليه. فوزي شاوشي، يعتبر العديد من الجزائريين الشاوشي بطلاً وطنياً، حيث قدم أداءً بطولياً في المباراة الفاصلة التي أوصلت المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1986 على حساب منافسه اللدود المنتخب المصري، وحرم المنتخب المصري باستمرار من جميع فرص التسجيل. كان شاوشي يبلغ من العمر 23 عاماً فقط وقت المباراة الفاصلة، ولعب بدلاً من الوناس جواوي الموقوف. كانت هذه هي المباراة الدولية الثالثة فقط لشاوشي على ملعب المريخ أمدرمان في عام 2010. كان الشاوشي معروفاً بأنه لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في الجزائر، حيث حصل على حوالي 13 مليون دينار جزائري. يلعب كحارس مرمى لنادي الشبيبة الرياضية لبرج منايل. عز الدين دوخة، في 28 ديسمبر 2010 لعب دوخة أول مباراة دولية له مع المنتخب المحلي كأساسي في مباراة ودية
ضد تشاد. في 14 مايو 2011 استدعي دوخة إلى المنتخب الأول لأول مرة ضد المغرب في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2012. سمير حجاوي لاعب كرة قدم جزائري من مواليد 16 فبراير 1979 بتلمسان الجزائر، وهو حارس المرمى السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم ومنتخب وفاق سطيف، حيث توفي في مايو 2021 بباريس عن عمر يناهز 42 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. محمد الأمين زيماموش الدولي محمد الأمين زيماموش مسيرته الكروية مع فريق مسقط رأسه شباب ميلة، بدأ مسيرته الاحترافية سنة 2003 مع اتحاد العاصمة وحقق معه بطولتين وفاز بالكأس مرتين، وفي سبتمبر 2009 انضم لنادي العميد مولودية الجزائر وحقق معه بطولة الدوري. انضم محمد زيماموش للمنتخب الجزائري بعد استدعائه من طرف الشيخ رابح سعدان لمباراة السد بين الجزائر ومصر والتي فازوا بها وحققوا حلم لاعب المونديال الأفريقي لسنة 2010، وأصبحت المشاركة الأولى لزيماموش يوم تم استبعاد شاوشي من مباراة النصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 أمام مصر، فلعب زيماموش ضد منتخب نيجيريا. يلعب حالياً في نادي اتحاد الجزائر. مراد عمارة لعب لفريق شبيبة تيزي وزو، شبيبة القبائل حالياً من 1977 إلى 1992، وفي صفوف المنتخب الجزائري في عدة مناسبات مثل كأس العالم لكرة القدم 1982 و 1986 والألعاب الأولمبية 1980 وفي دورات كؤوس أفريقية للأمم 1982 و 1990 وكأس الأمم الأفرو آسيوية لسنة 91 عدت له الفيفا 6 مشاركات فقط. نصر الدين دريد من مواليد 22 يناير 1957 في تبسة، هو حارس مرمى جزائري سابق لكرة القدم، لعب مع اتحاد بلعباس ولكن لا سيما برز مع مولودية وهران، شارك في كأس العالم 1986 في المكسيك مع منتخب الجزائر، بطل الدوري الجزائري عام 1988 مع مولودية وهران، بطل دوري أبطال إفريقيا عام 89 مع الرجاء البيضاوي. العربي الهادي من مواليد 27 مايو 1961 حارس مرمى سابق في منتخب الجزائر لكرة القدم ومع وداد بوفاريك، شارك في كأس العالم 1986 بالمكسيك. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.